والله بالنسبه لي انا راضي، وحتى لي سوبرفيزور نتاعي معناها المباشرين نتاعي معناها راضين بالمردود اللي قدمته. حارس معناها بالنسبه لي انا يعرف روحه لاخر لحظه باش يلعب مباراه، فهمت؟ ما نجموش نستناو منه حاجه كبيره فيو لي كونديسيون زاد اللي لعبت فيهم، معناها تيران مرنخ بالماء، فهمتني؟ دونك معناها كوره ما تركحش ما تشدش، مع انها مباراه صعيبه معناها كيما نعرفوا كونتر الفريق المنظم، فهمت؟ كاو دونك شو نقول لك، معناها الحمد لله يا ربي، معناها نتصور معناها بقل غلط، فهمت؟ الراي العام في تونس معناها والتلفزه هولتها رامي معناها مش حارس كذا. انا الحمد لله مش في على ماتش باش نقيم مردودي ولا العباد باش تقيم مردودي، العباد دي تفهم في الكوره معناها تعرف اللي رامي جريدي عنده عامين ونص يخدم على روحه ومتالق في البطوله، دونك ماتش ما يزيد كان يقوي فيا، وان شاء الله بقدره ربي ويمشي الحال يستحقني المنتخب باش يلقاني ان شاء الله بقدره ربي. الجو العام في المجموعه ما تمسش بخروج عبد الشادي، شنو تاثير الحاله هذه على الجروب؟ والله شنو نقول لك، معناها عادل شادلي ما نجمش نحكي عليه هنا، خاطر عادل شادلي معناها الناس الكل تعرف في تونس اللي هو قيمه ثابته. صحيح معناها عادل شادلي خذا قرار معناها تري كوراجو من ناحيته، عنده تاثيره في الجروب. ان شاء الله بقدره ربي هو روح في الطياره على بكري، ان شاء الله احنا نروحوا بالكوبا هذيا ونهديها له اللي هو وكيف الشعب التونسي ان شاء الله. غانا شنو كيفاش تخزروا لها الجروب؟ ما تفاجاتوش منها كي سمعتوا البارح باش يلعبوا لها، ولا شنو رايكم في المنتخب الغاني؟ ما عندي حتى راي في المنتخب الغاني ما نكذبش عليك، اللي يهمنا الكل اللي كي نكونوا احنا حاضرين وبيان كونسونتري ويد واحده، سورتو هذا يد واحده، فهمت؟ ما ينجم يزعزعنا حتى فريق ان شاء الله.